معانا طبعا الصديق العزيز خالد بيومي، المحلل الرائع في قناة ابو ظبي والاعلام الكبير اللي مشرفنا في قناة النادي الاهلي. مساء الخير يا خالد. اهلا بيك كابتن هاني، ازيك وازي حضرتك؟ وتحياتي ليك وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده على كل مصر والوطن العربي، وتحياتي للاستاذ محمود صبري. الله يخليك، بنرحب بيك طبعا معانا هنا في قناه النادي الاهلي. وخالد عايز اسالك، واكيد كنت موجود النهارده في احتفاليه كبيره في دبي، شفت الاحتفاليه ازاي؟ وكمان يعني صوره النادي الاهلي وسط الكوكبه الكبيره من نجوم العالم. البداية طبعا كلوب السكر بقت حدث عالمي موجود كل سنة، بيحدث بيكون موجود في دولة الإمارات، جايزة بقت معترف بها الاتحاد الدولي وكل الاتحادات القارية، وخصوصا عودة لما يكون موجود انفانتينو في الاحتفال، بيأكد مدى وقيمة وأهمية الجايزة تحديدا أعلى مستوى العالم، وخصوصا إذا كنا بنتكلم على ذا بيست، على بنتكلم على فرانس فوتبول. كلوب سكر من 2006 أصبحت واحد من أهم الجوائز اللي موجوده على صحيح. مستوى العالم. طبعا شفت الاحتفال، مش عشان انا في قناه النادي الاهلي، ولكن طبعا مجرد تواجد اسم النادي الاهلي، مجرد تواجد قيمه واسطوره بحجم كابتن محمود الخطيب في البطوله، اعتقد ان ده زخم كبير جدا على المستوى الاعلامي وعلى المستوى الاعلاني كمان لدوله الامارات. تواجد الكابتن محمود الخطيب وتواجد النادي الاهلي كاسم كبير جدا، حتى وان كان هناك كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، اسماء كبيره جدا، ايكر كاسياس، جيرارد بيكي، اسماء سيدورف، نفس الموضوع. اتكلم على اسم الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي، اعتقد ان كان له دور كبير جدا النهارده في نجاح الجائزه وتقييم الجائزه بشكل قوي وبشكل كبير، وده مش تقليل في النادي الاهلي. النادي الاهلي بامكانياته بانجازاته وببطولاته اللي حققها في تاريخه الكبير جدا من 112 سنه، 136 بطوله، اعتقد رقم كبير جدا على انديه العالم كلها، وبالتالي تواجد النادي الاهلي كان قيمه كبيره جدا لينا احنا كمصريين. يمكن انا واحد من الناس اللي يمكن ما لعبش كوره، ولكن تواجدت في معظم قنوات الرياضه العربيه، واعلم جيدا مدى قيمه واسم النادي الاهلي. اسماعيلاوي، ولكن احترم واقدر واثني على كل ما يحققه النادي الاهلي من شرف لينا تواجده في كل المحافل العربيه والعالميه والافريقيه. فعلا الاهلي اسطوره حقيقيه لينا جميعا.